السلام عليكم. اليوم راح نبدي الطريقة الثانية للمسح الزلزالي ومسمى بطريقة الريفلكشن ميثود، بمعنى أنه راح نستخدم خاصية الانعكاس الريفلكشن من الموجات الصوتية اللي نولدها على السطح للطبقات داخل الأرض. هاي الطريقة هي من الطرق الواسعة الاستخدام، خصوصا في الكشف عن التراكيب الجيولوجية التحت السطحية، خصوصا في الصناعة النفطية أو التحري النفطي. المبدأ الأساسي لهذه الطريقة هو عملية حساب الزمن المطلوب للموجات اللي نولدها على السطح وتنتقل إلى باطن الأرض إلى عودتها إلى السطح واستلامها عن طريق الجيوفونات. هذا الزمن راح ينحسب، ومن خلاله راح نقدر نحسب العمق للطبقات. بمعنى هنا عندنا تحت السطح، هذا السطح مالتنا، عندنا هنا السيرفس او السورس اللي نولد به الموجات، وهنا الجيوفون اللي نستلم به. فعملية الموجات تنطلق من السطح، تصطدم بالرفلكتر، راح تنعكس الى السطح. هذا الزمن نقسمه على اثنين، راح يمثل لنا زمن انتقال الموجة من السطح إلى الرفلكتر. إذن هنا العامل الأساسي أو المبدأ الأساسي هو عن طريق حساب الزمن المطلوب للموجات الصوتية أو الموجات الزلزالية تتولد بالسطح وتنتقل إلى داخل الطبقات الأرضية. السطح اللي تصطدم به نسميه السيباريتر او الكونتاكت او الرفلكتر. هاي التسميات احنا شرحناها، كل واحدة تعني شيء، بس هي بالضبط تشير الى نفس النقطة اللي هو الحد الفاصل بين الطبقات اللي تختلف خواصها الفيزيائية واحدة عن الثانية. التغيرات بالزمن للانعكاس من نقطة الى اخرى توضح ان معالم الستركتشر، بمعنى اذا عندي طبقه مائله الزمن اللي راح تستغرقه في نقطه معينه تكون اعمق هو اكثر من الزمن لنفس النقطه في مكان اخر عندما يكون اقرب الى السطح. هاي النقطه بمعنى انه راح نحقق الاعماق او نحسب الاعماق لكل طبقه لنفس الرفلكتر، راح نقدر نحدد اتجاه الميل مالته، وبالتالي راح نحدد التركيب الجيولوجي الموجود تحت السطح. هذا الشكل قلنا يوضح عملية انتقال الموجات من السورس إلى الرفلكتر واستلامها على السطح. عندنا معادلتين أساسية، أو هي معادلة واحدة رقم 12 اللي تكون الزمن يساوي 2 على V تحت الجذر h سكوير x سكوير على 4 نحسب بي. لكن احنا مطلوب عندنا هنا مجهولين، هو الزمن السرعه والعمق، فلذلك نحسب العمق الاتش بالمعادله التاليه اللي هو اتش يساوي نص في سكوير تي سكوير ناقص اس سكوير، معادله رقم 13، ونعوضها بالمعادله رقم 12 نقدر نحسب السرعه ونحسب الزمن. المعادلتين اللي حسبنا بيها الاكس والتي راح نجي نرسم علاقه بين الاكس والتي. هذا المحور هو يمثلنا الخط اللي يمر نقطه الاصل، بمعنى اكس 0 يساوي 0، بس هو بالحقيقه احنا ما راح يكون عندنا اكس 0 يساوي 0، عند الاكس 0 راح يكون التي الى قيمه، فلذلك هنا عملية حساب السرعة راح تكون مو دقيقة، بمعنى اكو اختلاف بيها. اذا مشكلتنا الاساسية بالتفسيرات للطريقة الانعكاسية هي عملية حساب السرعة. من يكون عندي اثنين ريفلكتر كم موضح بالشكل هذا الشكل، راح نشوف عندنا هذا الريفلكتر الاول وهذا الريفلكتر الثاني. الموجات من تنطلق من السورس يا اما تروح مباشرة الى العفو يصير بها عملية انكسار
الرفلكتر الأول وانعكاس الرفلكتر الثاني. بمعنى أنا تجاوزت الرفلكتر الأول ما راح أحس به، راح أجي أحسب مباشرة الرفلكتر الثاني. كذلك من عندنا الشكل الثاني إذا عندنا 3 طبقات راح نشوف عملية انكسار وانكسار آخر ومن ثم انعكاس. هاي العملية راح تعطيني خلل بالزمن المقاس، بمعنى ما راح تعطيني الزمن الحقيقي. هاي العملية تتطلب من عندنا معالجة. المعالجة شنو هي؟ عملية السرعة، شلون نحسب السرعة بصورة دقيقة للطبقات. هذا أهم موضوع عندنا بالانعكاسية، شلون نحسب السرعة. عندنا 3 طرق. الأولى هو نستخدم الريفراكشن، نسوي عملية تفجير. بالمناسبة احنا بنشتغل بالحقل، هي نفس الأدوات، نفس السورس، نفس الجيوفون، نفس الجهاز مال التسجيل. تختلف طريقة التسجيل انه هناك عندنا بالريفراكشن راح ناخذ اول وصول للزمن فقط، في حين بالسايزميك راح نستخدم كل الزمن المسجل للموجات. ايش قد توصل موجات راح نستخدمها. فعندنا واحدة من الطرق انه نستخدم الريفراكشن، واحنا درسنا شلون نحسب الفيلوسيتي بالريفراكشن وطريقته بسيطة جدا. هاي واحدة من الطرق المستخدمة بالحساب السرعة. الطريقة الثانية هي عن طريق حفر آبار او الآبار الموجودة بالمنطقة، ونسوي ويلوغ ونحسب السرعة لكل طبقة. وهاي ايضا طريقة جيدة، اذا توفرت لنا آبار بالمنطقة نقدر نحسب هاي السرعة بصورة دقيقة. الطريقة الثالثة انه نحسب بالمعادلة نبشها رقم 12. من راح احسب عندي الزمن واحسب الاج بالطريقة الثانية راح اقدر احسب البي. الجيوفانات توزيعها راح تكون هي الاساس. كل ما احتاج دقه بالزمن لازم احسب قد عندي المسافه بين الجيوفانات. هاي العمليه مو صعبه، لكن ايضا كل ما تكون المسافات متباعده كل ما تكون النتائج اقل دقه لاستلام الموجات. المهم عندنا احنا هاي الطرق 3 هي المهمة، وهي اللي نقدر من خلالها نحسب الأعماق بصورة صحيحة. هذا الشكل يوضح لنا السلوب. من أجي أرسم السرعة ويا الزمن أخذ المربع، ما أخذ القيمة نفسها حتى أتخلص من نسبة الخطأ الموجودة بالحسابات. هذا كل ما يتعلق بالسايزميك. هي نفس الطريقة الريفراكشن، هي نفس طريقة الريفراكشن، مجرد انه احنا عندنا مشكلة بحساب السرعة، وبالتالي راح تكون عندنا الزمن ايضا قيمته ادق. ننتقل الى موضوع مهم اخر، وهو خلينا نقول الاهم، احنا شلون نفسر السايزموغراف. السايزموغراف هو تشارت اللي يطلع من الحاسبة، اللي هو دائما يكون بهذا الشكل، عبارة عن خطوط موجات تنتقل من الجيوفانات. هاي الجيوفانات المسافة هاي بيناتها، المسافة الزمنية 100 ملي سكند بين واحد وواحد. هذا شلون نعرف التشارت طلع عندنا صحيح او مو صحيح؟ اول عملية عملية التفسير انه نتأكد من صحته. شلون نعرف هذا صحيح لو غلط او بي نويس؟ نجي نباوع احنا على الشكل، شوف من نرسم خط هنا على. شوف القمم كلها نفس الشيء، نفس الشيء اقصد انه هذا الخط هاي قمة هاي قمة هاي قمة هاي قمة، تحدث ما عندي هنا تقعر مثل الابصاف، هذا الابصاف كله تقعر.
من يصير عندي اختلاف؟ انه يكون تحدث ويجي بعد تقاعر، معناته عندي خطأ بالقياسات. لازم تكون متناسقة القراءات، متى ما كانت متناسقة ذاك الوقت نقدر نعتمد تشارت بالتفسير. الخطوة الثانية هي تصحيح الزمن، هاي عملية نسميها step out أو skip time أو نسميه normal move out NMO، مختصر لل normal move out. هاي العملية نصحح الزمن، بمعنى انه انا القيم يبدأ عند الاكس راح يكون عندي مسافة، هذا الزمن لازم كله ارجعه. يراد لنا شكل يوضح لنا هاي العملية، ما عندنا شكل حقيقة، لكن مفهومها تعريف الـ NMO النورمال موف اوتس اور نسميه سكيب تايم او نسميه ستيب اوتس is the correction of increasing of whatever time of seismic wave in media or layer from the source to the effector. بمعنى انه نلغي عامل الزمن. احنا هناك بالبدايه قلنا نحسب حتى نحسب السرعه، الان انتهت السرعه، انا راح اجي احسب عندي القمم لازم تكون متطابقه، حتى تكون مطابقة لازم ألغي عامل الزمن. هاي العملية جدا مهمة وهي الخطوة الثانية بعد أن نتأكد من صحة السيزموغراف بالخطوة الأولى، نجي نسوي عملية تصحيح الزمن. وهاي المعادلة مالته موجودة NMO يساوي دلتا تي يساوي X تي إكس ناقص تي نوت يساوي لنا X سكوير على 2 تي نوت في 1 سكوير. طبق هاي المعادلة على كل القراءات راح نقدر نصحح الزمن ونلغي تأثيره، بحيث تكون عملية سحب للقراءات للأمام بحيث نلغي تأثير المسافة اللي استلمنا بها الإشارة. هذا الشيء يوضح انه هاي عملية الـ NMO هنا انه يكون 13 ملي سكند، هنا 26.5، فلذلك لازم نلغي هذا كله بحيث يكون عندنا القراءات كلها بنسق واحد. عملية التفسير للشكل هذا الشكل، لو نجي نلاحظه بعد سوينا له عملية الـ NMO أو الـ Normal Move Outs راح يظهر عندنا بهذا الشكل. هذا الويجلز أو الخط الزجزاج عندنا بي يصير تحدبات وتقعرات. لو نشوف نجي نلاحظ اكو تقعر خفيف، اكو تقعر متوسط، اكو تقعر عالي، بحيث هاي التقعرات هنا التحدبات البلسز تكون على شكل خط. ليش؟ لان داخلت كانت البلس مالها كلش قويه. هذا نسميه البلس، انه عندنا بالطريقه البلسز راح تستمر بشكل متراكب بحيث تعطينا على شكل خط، وهذا هو فعلا هو يمثل خط الطبقة أو الانعكاس. هذا شنو يعتمد البلس؟ البلس يعتمد على عامل مهم هو الدينسيتي أو التغير بالدينسيتي. من يكون عندنا التغير بالدينسيتي عالي راح يعطينا بلس كلش قوي. إذا الطبقة نفسها ما راح ينطي بلس، ما راح ينطي تقعر. كل ما تختلف الدنسيتي راح يزداد عندنا البلس، كل ما تزداد تزداد البلس. فلذلك البلس العالي معناته يعطينا فرق عالي بالطبقات، فنقدر مباشرة نحدد نقول هاي طبقة مثل ما موجود بالصورة. هنا موجود اكو خطين، هاي الخطين هي عملية تراكب للبلسز داخلة، صار اوفرلاب وحدة فوق له. ليش؟ هنا عندي التغير جدا عالي، هنا التغير اقل. هاي المنطقه مثلا ما بيها تغير بال الدنسيتي. نلاحظ مثلا هنا اكو مفرده كم واحده ايضا اكو تغير بسيط. نجي على هاي القمه مثلا، هاي القمه هي بحتها
قبلها تختلف والبعدها تختلف. فلذلك هاي ما نعتمد، قد يكون نتيجه نويز موجود بالمنطقه او تشويش على القراءات فتظهر عندنا بهذا الشيء. لكن اذا استمر هذا البلسس بالتراكم ويكون البلسس عالي معناته اكو تغير عالي بالدنسيتي، معناته اختلفت عندنا الطبقه. هذا مهم جدا بالتفسير. نجي نفهم شنو البلسس، وانا اعتقد راح اقطع المحاضره واكمل بجزء ثاني حتى لا يكون حجم المحاضره كبير. شكرا.